تيسبريس.com. فريق شباب قلولو كي يستقبل الفرق هنا على أرضية ملعب الجمال قلو. صراحة هذا الملعب ذو الأرضية الترابية يمكن القول على أنه لا يشرف بتاتا فريق يمثل جامعة قروية من خشم جامعة أقلو. بالتالي نأمل صديقي أن يتم الالتفات بشكل جدي وتكسية الملعب بالعشب الاصطناعي ليكون بطبيعة الحال متنفس لفريق تحشم أقلو. هذا الفريق الذي يحتضن شباب الجامعة من مختلف الدواوير التابعة ترابيا لجامعة اثنين أقلو. وبالتالي رسالة فريق شباب أقلو لكل المجالس المنتخبة وكذا السلطات المحلية والإقليمية على ضرورة الالتفات للملعب الجمال أقلو وتغطيته بطبيعة الحال بالعشب الاصطناعي من أجل فسح المجال أمام اللاعبين لإبراز مواهبهم بطبيعة الحال وتقديم عطاء ومردود أفضل. نتمنى أن تصل رسالتنا إلى من يهم الأمر. كما قلت جل الملاعب بعصبة سوسة تتوفر على العشب الاصطناعي باستثناء الملعب الجمال أقلو بمساحة مهمة ما ينقص في هذه الالتفاتة. جل الملاعب تتوفر على العشب الاصطناعي باستثناء الملعب الجمال أقلو. لا يشرف بتاتا فريق يمثل جامعة قروية من حجم جامعة أقلو.